مبدئيا وقبل حاجه الحمد لله ان القناه صغيره، والحمد لله ان القناه معلش تفاعل كبير لما بنتكلم على الدوري المصري، لان الكلام في الدوري المصري ما بيعجبش ناس كتير. بس انا مش جاي هنا اطبل لك واقول لك ان موسيماني عمل ماتش تكتيكيا عظمه، لان انا كراجل اهلاوي قاعد اتفرج جوه المباراه كده مش عارف اطلع مين نجم الفريق بصراحه. يعني الشوط الاول لعبنا 10 دقائق عظمه من الدقيقه 16 لحد الدقيقه 25، بس مع ذلك مش عارف بيرستاو بيلعب ايه، لدرجه ان انا قعدت اركز بعد الدقيقه 25 هو بيرستاو بيلعب ايه، لقيت بيرستاو بيلعب يمين وقفشه بيلعب شمال، قلت لا 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 لا, لا. والله هذا الموسيماني اللي معاه ربنا يمشي على الميه يا راجل، يعني ايه العظمه والعبقريه اللي الراجل بيعملها دي؟ يعني سبحان الله الراجل شغال غلط وبادي سايب الكره للزمالك، بس يلا هي مشي. لا دي مش مشي، ده مشي حلاوه، ده مش سكينه في حلاوه يا باشا، ده مش مشي مشي كده زي السكينه الطيبه وانت جايب حاجه طريه قوي وعمال تقطع فيها. بسم الله ما شاء الله، يعني الزمالك كان عنده مشكله في حارس المرمى والاثنين مساكين، وحارس المرمى النهارده جبل عمل مباراه غريبه جدا، جبل عمل مباراه فيها سوء توفيق غير طبيعي، ان الكوره قالوا ديانج شوطها تخبط في امام، تخبط في العارضه، تنزل تخبط في صدرك وتخش الجون. لا 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 والله هذا عظمه، والله هذا جمال. نمسك بقى كوره ونلعب بقى من رجل لرجل، لا نسيب الكوره للزمالك ونروح هجمه مرتده نقدر ناخد بيها ضربه جزاء على حمزه المسلوسي. الله عليك يا علولو، خش بقى علولو هاتها، داخل علولو وجابها. الله 2-0. لا 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 ده انا كنت قاعد لحد 14 قاعد بلطم وبقول ربنا يستر احنا شكلنا وحش جوه الملعب. الدقيقه 20 جاب جونين. لا 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 6 دقايق عظمه يا معلم. اسكت بقى كده، السلاي يجي عامل واحد من اجمل الاسيستات اللي انا اتفرجت عليها في عالم كره القدم بالنسبه لنا كواحد بتفرج على الكوره بقالي 15 سنه. الكوره اللي عملها عمرو السلية كانت جميله جدا، والجمال فيها ان تم تسجيلها هدف عن طريق محمد شريف. دي بصراحه يعني تخلد ان انت تعمل الكوره جميله وتم تسجيلها هدف، الناس تقدر ترجع ليها وتقول لك الاسيست ده عظمه، لان فعلا الاسيست ده عظمه. بس بتاع روقان بقى، انت كسبان 2-0 وبتلعب الكوره جماليه، والجمال ان هي تعدي وتروح تجي التالت. بقول لك ماشيه زي السكينه في الحلقة. مش عايز اصدمك اقول لك ان احنا بعد الهدف الثالث بتاعنا جات لنا كده الروح بتاع ليفربول قدام اتلتيكو مدريد، بيلعبوا 10 وما طرد منهم واحد، فاحنا نهدى، ليفربول سكت بقى، احنا بقى سكتنا وهدينا وسيبنا الكره للزمالك، موس احنا الكره بتحبنا، نهاجم ونجيب الرابع والخامس وتدخل انت التاريخ وتبقى اسطوره واسمك يخلد. نسيب الكره للزمالك ليه؟ انا مش عامل حسابي ان انا اجيب 4 اجوان، يعني جبت 3، لا كتير كده كفايه 3. طب ماشي كويس، حاول تغير بقى ولا تعمل اي حاجه، هتهبط اي عدى شوط تاني؟ لا احنا ننزل ندافع برضه. لبسنا جون اهو، حاسس ان الزمالك هيرجع اهو، حاسس ان الزمالك هيرجع. لا اول كوره نعدي بيها نص الملعب تيجي ضربه ركنيه قفشه يلعبها لاليو ديانج بيتسجل الثاني ليه والرابع لينا. والله ما عارف اقول لك ايه، والله ما عارف اقول لك ايه، انت مش عايز تهاجم وكل ما بنهاجم بيجيب جون. لا 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 والله العظيم اللي بيحصل ده عظمه يا عم موس. طب انا عايز اعرف كده، لو حبيت ادي مان اوف ذا ماتش الاهلي هديها لمين؟ هدي مان اوف ذا ماتش لمين؟ اكيد لاليو لانه جاب جونين. بس يعني نص ملعبنا كنا بندافع كويس؟ لا ما كناش عارفين ندافع برضه، للامانه ما كناش بندافع كويس. طب عارفين نهاجم كويس؟ والله احنا عمالين نجيب اجوان، عمالين نجيب اجوان وما بنهاجمش. ايه ده ايه ده؟ انا بيفكرني بالماتش بتاع الاهلي والنجم الساحلي بتاع 6-2 يعني. بس الاهلي للامانه كان وقتها جوه الملعب والاهلي كان بيهاجم والدنيا كانت حلوه، انما النهارده احنا ما بنهاجمش، احنا الزمالك بنسيب له الكوره بيروح يسجل نسنتر نعدي نص الملعب نجيب جون. طب ما نجيب بقى اجوان ونفضل نمسك الكوره في نص ملعب الزمالك؟ بحبش الاستحواذ. حلو حلو. طب هنعمل اي حاجه تاني بقى؟ هنستنى الماتش لحد ما يخلص بقى وانت تبدا التغييرات بتاعتك؟ والراجل بدا التغييرات وراح مقرر ان هو هيغير بقى، بس قبل ما يغير حمزه المسلوسي يسكت. حمزه المسلوسي راح عامل ضربه جزاء غشيمه على عمرو السليه. بصراحه انا قعدت اقول ليه المسلوسي ما اطردش فيها؟ المفروض يكون خد انذار في الاولى ودي الثانيه ياخد انذار فيها ويطرد. لا لا نسكت على كده. لا زيزو يعمل فاول غريب قدام مجدي قفشه مفترض يطرد، بس عشان خاطر انت في ايجيبت وما ينفعش ان الزمالك يخسر اكتر من 5، ف كفايه على كده كفايه، ما ينفعش نطرد دلوقتي زيزو، ما ينفعش اديله انذار كفايه. طب في ضرب كتير في الملعب، ما ينفعش بقى خليه كفايه كده كفايه 5 بقى. في كرة هنا عدت في منطقة الجزاء ضربة جزاء ما فيهاش حاجة. لا لا ما حسبتش ان الاهلي لازم احسب واحدة لازم عيب، حتى عيب التوازن طيب بتاع الماتش، ما ينفعش ان احنا نعدي الماتش كده من غير ما نحسب ضربة جزاء للزمالك قدام ضربتين جزاء للاهلي، ما ينفعش. طب ضربتين جزاء للاهلي صحاح، دي مش صحيحة، دي ترجع فيها الفار. لا ما هو الفار مش شايف بقى ان الكورة ما فيهاش ضربة جزاء. طب عادي عدى انا التوازنات بنت الجزمة دي، نسكت على كده. لا نبدا بقى التغييرات، يعني نغير قفشه وبعد كده ننزل حسين الشحات وننزل طاهر محمد طاهر، وبعد كده نلاقي الاثنين المساكين بتوعنا اتغيروا ايمن اشرف وبدر بنون. حلو الكلام ده، جميل الكلام ده، بس في مشكله بالنسبه لي ان احنا من ساعه ما جبنا الهدف الخامس ما عدناش نص الملعب. انا مش عارف احط لك مين الحلو ومين اللي كان وحش، انا مش فاهمك ومش باين لك ملامح رغم انك كسبان 5. يعني شوف كسبان 5 وقمه بس مالكش اي ملامح.
بس هيطلع يتعرض لك وهيطلع يتقال لك انك عملت فكر هجومي علني. عندنا ايه الفكر الهجومي اللي انت عملته؟ والله الله اعلم. لو انت بصراحه شفت ان كان فيه فكر هجومي موسيماني عمله، يمكن انا راجل زلمه ما بحبش هذا الموس، وانت راجل شايف الكوره من وجهه نظرك الخاصه، قول لي بقى ايه الفكر الهجومي العبقري اللي عمله موسيماني النهارده ده لو شفت ان فيه فكر هجومي موسيماني عمله. اما لو ما شفتش فانضم لاخواتك واعمل لايك او سبسكرايب لو الفيديو عجبك، اما لو ما عجبكش فعلى الله، كلها ماشيه على الله.